صباح الفل عليكم. النهاردة هنعرف الفرق بين الاف ستوب والتي ستوب. قبل ما نبتدي نتكلم عن الاف ستوب والتي ستوب لازم نفتكر كده ان احنا كنا اتكلمنا عن الاف نمبرز في فيديو ازاي تقرا العدسات، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. وخلينا كده نسمع بسرعه قلنا ايه عن الاف نمبرز قبل كده. نيجي بعد كده لفتحه العدسه، وفتحه العدسه هي المسؤوله عن كميه الضوء اللي بيدخل لسنسور الكاميرا وبيكون الصوره. وكل ما كان رقم فتحه العدسه قليل كل ما هيسمح بمرور كميه ضوء اكبر للسنسور، وهيدي لك مجال للرؤيه اوضح ولكن في مساحه معينه. قبل ما نشوف مع بعض ازاي بتشتغل في الكاميرا خلينا اديك مثال بسيط يوضح ده. انت لما بتكون ماشي في الشمس وبتحتاج تقرا حاجه بتحس انك مش قادر تشوفها كويس من كميه الضوء اللي حواليك، فبتبتدي تضيق عينك عشان تقدر تشوفها كويس زي ما انت عملت كده بالظبط. وهنا انت بتقلل كميه الضوء اللي بتدخل عينك عشان تقدر تشوف الحاجه دي، وفي نفس الوقت هتلاقي نفسك لسه شايف كل حاجه حواليها عادي. بعد كده انت دخلت مكان الاضاءه فيه قليله، فهتلاقي نفسك بتفتح عينك تلقائي على اخرها عشان تقدر تشوف كويس، وهنا عينك بتحاول تجمع اكبر قدر من الضوء عشان تقدر تشوف منه. ولو انت مركز على حاجه واحده وقتها هتلاقي نفسك انك مش شايف بقيه الحاجات بتفاصيلها، او شايف اكنها بلور كده. وهو ده اللي بيحصل بالظبط في العدسه. كل عدسه بيكون موجود فيها مجموعه شفرات بتفتح وتقفل بالمقدار اللي انت بتحدده ليها، والشفرات دي هي اللي بتتحكم في كميه الضوء اللي بيمر من خلال العدسة للسنسور، وهي اللي بتحدد عمق مجال الرؤية. مجال الرؤية عندنا هنا بنسميه الفوكس فيلد، او المجال اللي بتكون مركز فيه الصورة عليه، وبيكون موجود على العدسة زرار للتحكم في نظام الفوكس ده، تقدر تستخدمه مانيوال او اوتوماتيك. وبكده نكون فهمنا ان فتحة العدسة هي المسؤولة عن كمية الضوء اللي بتدخل من خلال العدسة للسنسور. ايه بقى التي ستوب دي؟ اولا حرف التي هو اختصار لكلمه ترانزميشن، وكلمه ترانزميشن يعني انتقال، وهو بيعبر عن مدى وضوح انتقال الضوء من العدسه للسنسور، وده اللي بيتحكم فيه مدى نقاء الازاز اللي بيتصنع منه العدسه. والدليل على ده حسب موقع دي اكس او مارك ان التي ستوب للعدسه ال 50 مللي الكانون ال 1.8 فيرجن 2 اعلى من ال 50 مللي ال 1.8 اس تي ام، وده معناه ان ال 50 مللي 1.8 مارك 2 على نفس الكاميرا نفس الاعدادات هتكون في الصور والفيديوهات بتاعتها اضاءتها اقل من الكانون ال 50 مللي ال 1.8 الاس تي ام. وده هنا بيورينا اهميه التي ستوب في عدسات السينما مش في عدسات الفوتوغرافيا، لان مصورين الفوتوغرافيا يعرفوا يتغلبوا على النقطه دي بسهوله ان هم يعدلوا الاعدادات بتاعتهم من الكاميرا، او ان هم يزودوا الاضاءه اللي بيستخدموها في التصوير بتاعهم. لكن مصورين الفيديو هيفرق ده معاهم جدا لو بيصوروا بكاميرتين مختلفتين وعدستين مختلفتين في لوكيشن واحد، فهيفرق معاهم مدى وضوح الإضاءة اللي داخلة من كل عدسة للسنسور لكل كاميرا. وكمان علشان تكلفة قياس الترانزميشن للعدسات مكلف وغالي جدا، فده اللي بيخلي عدسات قليلة قوي اللي بتتقاس بالتي ستوب. وبكده نكون عرفنا الفرق بين الاف ستوب والتي ستوب. لو عندك أي استفسار أو سؤال بخصوص العدسات تقدر تسيبولي في كومنت وأنا هرد عليك، وأشوفكوا الحلقة الجاية.